هو الحب يا الله في داخلي يسري، يضيء كنور الشمس ينفح كالعطر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله سبحانه وتعالى، وذكر منهم الرجل يكون له جار فيؤذيه فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما الموت أو الضعن أو يضعن. أيها الفضلاء الكرام، من هو الجار؟ ما فضيلته ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى؟ كم هم أنواع الجيران؟ ما هي الثمار التي سوف نجنيها إذا نحن أحسننا إلى جيراننا حق الإحسان؟ الجار أيها الأحباب الكرام هو الذي يجاورك في السكنى، هو الذي يجاورك في السكن، سواء كان قريب أو بعيد، سواء كان عدو أو صديق، سواء كان مسلم أو كافر، أيا كان فهو جار. ولذلك أيها الأحباب الكرام، الجار وصية الله سبحانه وتعالى للناس. قال الله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب. الجار وصية جبريل عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم. الجار وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. الله أكبر. يؤتى بامرأة، بجنازة امرأة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال له: يا رسول الله، هذه فلانة كانت كثيرة الصلاة، كثيرة الصيام، كثيرة الصدقة، كثيرة الإحسان، ولكنها كانت تؤذي جيرانها. قال صلى الله عليه وسلم: هي في النار، أعوذ بالله. ويؤتى بجنازة أخرى لامرأة أخرى، فيقال: يا رسول الله، هذه فلانة كانت قليلة الصلاة، قليلة الصيام، قليلة العبادة، ولكنها كانت تكرم جيرانها، تكرم جيرانها. قال صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة، هي في الجنة. الله أكبر. إنه الجار الذي وصى به الله سبحانه وتعالى. فيا أيها الإخوة ويا أيها الأخوات، الجار الجار، وصى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجار، ووضح النبي صلى الله عليه وسلم كم هم الجيران الذي ينبغي عليك أن تعتني بهم وأن تكون حريصا على عدم أذيتهم. روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن الجيران 40 بيتا، 40 بيتا جار، 40 بيت بهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه من كل النواحي، 40 بيتا هم الجيران. وفي رواية أخرى أن الجار هو الذي يجمعك به المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. فتبين أن الجار هو الذي يقابلك في المسجد من هذا الحديث الشريف. أيها الأحباب الكرام، فلنحرص كل الحرص على عدم أذية الجار، بل على إكرام الجار اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أيها الفضلاء الكرام، الجيران في الإسلام ثلاثة: جار له حق واحد، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق. الجار الأول هو جارك المشرك الذي هو غير مسلم، له حق واحد وهو حق الجوار. والجار الثاني هو الجار المسلم، أخوك في الإسلام، له حقان: حق الجوار وحق الإسلام. والجار الثالث جارك وأخوك المسلم وأخوك في الرحم، قريب لك من الأرحام. فهذه ثلاثة أنواع من الجيران. ولهذا انظروا معي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الجيران، حتى مع اليهود. نعم، حتى مع اليهود. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما على جاره اليهودي،
وهو يعرف أن له ولدا يجود بنفسه الأخير في سكرات الموت، فزاره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا غلام، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، أشفع لك بها عند الله يوم القيامة. فنظر الفتى إلى أبيه يستأذن، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فقال الولد: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا، وقال: الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. الله أكبر. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه يأتي يوما وقد ذبح أهله ذبحوا ذبيحة، فأتى وقال: هل أعطيتم جارنا اليهودي منها شيئا؟ قالوا: لا. قال: أعطوه، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك. أيها الأحباب الكرام، الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه كان له جار يؤذيه، يسكر في الليل ثم ينشد ويقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. فيوم من الأيام ما سمعه أبو حنيفة في الليل، فذهب الصباح يبحث عنه، فقيل له هو في السجن، أخذوه العسكر. فذهب ودخل عليه واستأذن وقبلوه، ثم تشفع له وأخرجه من السجن وقال له: يا فتى، هل أضعناك؟ فتاب الشاب إلى الله سبحانه وتعالى وعرف الله سبحانه وتعالى. أيها الأحباب الكرام، الجار وصان الله سبحانه وتعالى به، فينبغي علينا أن نرعى حق الله في هذا الجار، ينبغي على المرأة أن ترعى حق الله في حق جاراتها، ينبغي على الرجل أن يرعى حق الله سبحانه وتعالى في حق جيرانه، يتفقدهم، يسأل عنهم، يعطي ضعيفهم، يعطي مسكينهم، يعطي محتاجهم، يتفقدهم بالكلمة الطيبة، بالوجه البشوش الحسن. هكذا أمرنا الدين الإسلامي الحنيف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعهد جيرانك. يا نساء المسلمين، لا تبخلن جارة على جارتها، ولو في رسن شاة، ولو ظل في الشاة، أعطيها، تصدقي بها. يا نساء المسلمين، لا تبخل إحداكن على جارتها بشيء، فلنتفقد جيراننا ولننظر كيف أن الله سبحانه وتعالى يحب منا هذا العمل. فينبغي علينا أن نحرص كل الحرص أن نكون جيران نموذجيين، جيران يشتروا كما كان الجيران يشترون في عهد الإمام أحمد وغيره. أيها الفضلاء الكرام، الثمار التي سوف نجنيها إذا نحن أحسننا إلى جيراننا، أول ثمرة أننا أطعنا الله وأطعنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أننا نلنا محبة الله سبحانه وتعالى كما في الحديث آنفا. ثالثا، أننا نسعد، وذلك أن الإنسان إذا قدم الخدمة لأخيه أو لأخته فإن الله يرزقه سعادة، وإن كان هذا الرجل أو هذه الأخت على غير الإسلام، أسعده، أعطه. أهم شيء لا تبخل عليه طالما وهو جار لك أيها العزيز أيها الغالي. أيها الفضلاء الكرام، إذا أردنا أن نكون ممن يحبهم ويحبونه، فينبغي علينا أن نتفقد جيراننا، وأن نحسن إلى جيراننا، وأن نرعى الله في حقوق جيراننا، لا نؤذيهم سواء بالصياح أو بالإزعاج أو بالنظر إليهم وإلى عوراتهم أو بأي أذى من الأذية. ولذلك أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن جاري يؤذيني أو آذاني. فقال صلى الله عليه وسلم: أخرج متاعك إلى الشارع. فأخرج متاعه إلى الشارع، فمر الناس عليه، من مر عليه قال: لما أنت هنا؟ قال: جاري آذاني. قالوا: لعنه الله، من مر عليه قال: لعنه الله.
فخرج صاحب الدار وقال أخرج والله لا أوذيك بعدها أبدا. ولذلك أيها الأحبة الكرام، الذي يؤذي جاره مبغوض في الأرض مبغوض في السماء. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. إذا أردنا أن نكون ممن يحبهم ويحبونه فلنحسن إلى جيراننا. أراكم في الحلقة المقبلة بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الحب يا الله في داخلي يسري، يضيء كنور الشمس ينفح كالعطر.